Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكلهم تعزون. إذن مرحبا بكم في قناتنا ألواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne ألواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معرفي في مادة الرياضيات. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو بانوراما en mathématiques deuxième année collégiale. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو بانوراما. إذن وصلنا إلى الصفحة 163, l'exercice numéro 2 énonce et dit comparer les deux nombres rationnels A et B dans chacun des cas suivants. Et donc, قارن قال لك A ou B في الحالات التالية. يعني قارن العددين الجذريين اللي هما A ou B في حالات التالية. وعطونا هذه الحالات هي A ناقص B. عندما تكون A ناقص B تساوي 2.5 ولا A موان B تقال موان 7 وهكذا. إذن حاولوا أنتم تجاوبوا على التمرين وتشوفوا الطريقة باش جاوبت عليها أنا. إذن وقفوا الفيديو واحد اللحظة وجاوبوا على التمرين شوفوا الإجابات ديالي فيما بعد. إذن ليكزيرسيس نيميرو 2 بتكتب أول حاجة بتكتب ليكزيرسيس نيميرو 2 دون لا باج 163. جو كومبار لي دو نومب راسيونيل أ و بي دون لي كا سويفون. إذن أقارن العددين التاليين في سميتو في الحالات التالية. إذن عندما تكون أ موان بي تيكالا 2.5 أش تلاحظوا؟ قال لك هنا عندما تكون واحد أ ناقص بي واحد العدد A واحد العدد جذري B واحد سميتو A نقصنا منه B تساوي 2.5. إذن أش تيبان لكم؟ تنعرفوا بأن 2.5 أكبر من صفر. إذن هاد A ناقص B فهي أكبر من صفر. وتنحولوا هاد B الاتجاه الآخر تتولي عندنا A موان B. إذن إذا كان الفرق ديال واحد عددين دو نومبر لا ديفيرونس دو نومبر إي سوبيغور أ زيرو لي ستريكتومون سوبيغور أ زيرو دونك واحد فيهم أكبر من الآخر. داك الأولاني اللي نقصنا منه الآخر هو اللي كبير. إذن A moins B supérieur à 0. علاش A supérieur à 0 حيت عطاونا 2.5. إذن دونك A supérieur à B. نشوفوا الحالة الثانية. هذه المرة بيعطيونا سالب وبيعطيونا A moins B تيكالا موان 7. إذن تنعرفوا بأنه موان 7 تانفيغور à 0. إذن دائما تنقارنوا على الصفر. إذن عندنا A ناقص B فهي أصغر من صفر. A moins B تانفيغور à 0. دونك A تانفيغور à B. إذن مادام الفرق بيناتهم فهو أصغر من صفر. إذن فا صغر من بي. بحال مثلا عطيناكم هنا مثلا جوج وبي هي تسعود. جوج ناقص تسعود فهي تتساوي ناقص سبعة. إذن جوج فهي أصغر من تسعود. ندوزو العملية الثانية. أ موان بي إيتيكال أ موان سانك سيغ سات. إذن عطانا أ ناقص بي تتساوي ناقص خمسة على سبعة. وتنعرفو ناقص خمسة على سبعة فهي أصغر من صفر. إذن تنشوفو دايما هداك الشي اللي عطاونا في العملية ديال الطرح. A moins B est inférieur à 0. A moins B est inférieur à 0. Donc A moins B est donc A est inférieur à B. شوفوا العملية الثانية. عندنا A moins B. عطاونا لاحظوا هنا عطاونا واحد الكسر فيه. عطاونا لكم هذه التمرين هذه. On a A moins B est égal à moins 4 sur moins 9. يعني باش يتلفونا كتبوا لينا moins 4 sur moins 9. وتنعرفوا هذا ناقص 4 على ناقص 9 ماشي عدد سلبي فهي عدد موجب. هي ناقص على ناقص يعطينا زائد. إذن هذا ناقص على ناقص بتحولنا إلى عدد موجب اللي هو زائد 4 على 9. أوغ 4 سيغ 9 في سوبيغور أ زيرو. إذن هذيك أ ناقص بي اللي عطاونا هنا هي ناقص 4 على ناقص 9 فهي أكبر من صفر. إذن إلا كان العدد أ نقصنا منه بي وتبقى لنا واحد العدد يعني أكبر من صفر إذن فأ أكبر من بي. وتنكتبوا ثلاثيني في هذا يعني بأن A superior à B. نشوفوا الحالة الثانية. A moins B تيكالا 10 على بويسونس 3. إذن هنا أشنا 10 على بويسونس 3 هي 1000. وتنعرفوا بأن 10 على بويسونس 3 يعني هي 10 ملتيبلي باغ 10 ملتيبلي باغ 10 فهي أكبر من صفر. دونك A moins B superior à 0. إذن A ناقص B فهي أكبر من صفر. Donc A est supérieur à B. إذن A فهي أكبر من B. نشوفوا الحالة الثانية. On a A moins B est égal à moins 1 à la puissance 31. إذن عطونا هاد la puissance. تلاحظوا هاد la puissance إلي أمبير. هاد la puissance هنا. L'exposant اللي هو 31. فهو عدد غير قابل للقسمة على 2. إذن في moins 1 à la puissance 31 تعطينا تتساوي لنا ناقص 1. إذن هذا الشيء درتو مثلا إلا كتبناها مثلا ناقص واحد مضروبة في ناقص واحد 31 مرة
كل ناقص واحد مع الاخر مع الثاني اللي حداه تيتحولوا الى واحد وتيبقى واحد في الاخر معزول بوحده تعطينا موانز اذا موانز على بويسونس 31 ايتيغال ا موانز اذا هاد ا ناقص بي اللي هي موانز على بويسونس 31 تتحول الى عدد سالب اللي هو ناقص واحد على صفر سميتو ناقص واحد اللي هو اصغر من صفر اللي انفيريور ا زيرو دونك ا موان بي انفيريور ا زيرو وتنكتبو بهذه الحاله دونك ا ايت انفيريور ا بي اذا هذا التمرين كله هو تيبين لنا بانه غادي تلاحظوا بانه الى عطاوك شي عدد ا ناقص بي بغيتو تشوفوا واش تيساوي عدد اكبر من صفر ولا اصغر من صفر الا كان كبر من سميتو ا ناقص بي اكبر من صفر تنقول ا اي سوبيريور ا بي الا كان اصغر تقول انت ا ايت انفيريور ا بي وهكذا نكون اجبنا على التمرين اتمنى ان تكونوا قد استفدتم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.